في الفلسطيني في هذه الحرب دفع ثمناً باهظاً جداً 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 من أهله وأقاربه. أكثر من 70 من الصحفيين الفلسطينيين استشهدوا، بعض الأسر استهدفت كما حصل مع أسرتي بطبيعة الحال في المكان الآمن الذي قال عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه آمن. الصحفي الفلسطيني في هذه الحرب وجد نفسه في أتون المعركة مرغماً لا راغباً، وبالتالي يعني بات يدفع ثمناً باهظاً كما أي مواطن فلسطيني عادي بات يخشى على نفسه، على حياته، على عمله، ويخشى أيضاً على أسرته وأحبابه وأقاربه. أسرتي التي استشهدت أنا لم أكن قد رأيتهم حتى يوم الاستشهاد، منذ أن اندلعت الحرب على قطاع غزة حتى يوم الاستشهاد ودعتهم قبل أن أذهب إلى الحرب، ودعتهم عندما دفنتهم ووريتهم الثرى. صعب صراحة هو أنه إحنا اضطرينا ننزح تقريباً 4 مرات، يعني كنا في غزة اضطرينا ننزح على مستشفى ناصر، بعدين مستشفى ناصر اضطرينا نيجي هان. وأكتر إشي الصعوبة أنه أنت تلاقي مكان أنك أنت تقعد فيه، يعني زي ما أنتوا شايفين المكان الوحيد اللي أنا بقدر أنام فيه هي السيارة. اليوم إحنا نجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة، في معرفة أماكن الاستهدافات بدقة، معرفة عدد الضحايا بدقة، فبالتالي هذا صراع آخر المرتبط فيه هو انقطاع الإنترنت والاتصالات. الحرب هذه تختلف عن الحروب السابقة كون أنه لا يوجد أماكن مكان آمن في كل أنحاء قطاع غزة، حتى الدروع اللي إحنا بنلبسها هي ما بتوفر لنا الحماية بسبب أنه الطائرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ما بيفرق ما بين صحفي ومواطن. بتواجهنا صعوبة كبيرة بأنه إحنا بنتنقل من مكان إلى آخر ومعنا عوائلنا، يعني أنا موجود الآن في المستشفى الكويتي، معايا عائلتي موجودة بخيمة نازحة، يعني زيها زي باقي آلاف العوائل التي نزحت من الشمال القطاع.